في كم سؤال كده. عندي مشكلة كبيرة، بخاف قوي أول ما حد يقرب مني أو يعجب بي عشان يرتبط، ومش بديله فرصة، وبخاف وبرتبك مع أني نفسي أرتبط وأكون أسرة حلوة. مش عارفة أعمل إيه في نفسي، أنا بخاف، خايفة أجرح أو أختار غلط، بخاف وخلاص. هي مشكلة الخوف مشكلة مزمنة ومستمرة ومنتشرة ولها أشكال كثيرة، وطبعا علاجها الأساسي إن الواحد يحاول يوصل لثقة بالنفس ويبقى عنده تسليم لربنا إنه ربنا هيختار زوج صالح وهنعيش حياة طبيعية. يعني طبعا بنصح بنتنا تقعد مع حد مننا، حد من الكونسلرز يعني، يساعدها ويطلع كل اللي جواها. احيانا تكون في خبرات سيئة كتيرة، عارفين زي الدم اللي ما تفتحش، خراج كده قديم معبي، فيخلي الواحد دايما خايف، الآن ناقم على الحياة، احيانا سريع الغضب. ولو اتفتح الدم ده بيد جراح ماهر، يعني في حضور ربنا بروح الصلاة عند أبونا، عند حتى حد من أحبائنا الكونسلرز اللي فيهم روح ربنا اللي معانا، بيرتاح الواحد، فيبتدي يبقى عنده جرأة ما كانتش عنده، ما يبقاش خايف من الموضوع. و يعني أي حد هيقرب، أنت طبيعي عندك حدود طبيعية بس مبالغ فيها شوي، احنا عاوزين تبقى الحدود الطبيعية مش المبالغ فيها. فما تخافيش لو حد أعجب بيكي، لكن ده أنت اللي تختاري من اللي يعجبوا بيكي وتفرزيهم كويس قوي وتشوفي مين فيهم يصلح يكون شريك حياة. سؤال كمان، أفضل وقاية من مشاكل ما بعد الزواج يكون في علاج الأنانية قبل الزواج، ده رأيي يعني، لأن أسلوب الحياة المعاصرة صار يكرس الأنانية في الإنسان، وأرى أن أكبر سبب للمشاكل هو في الأنانية الموجودة لدينا جميعا، متفشية لدينا جميعا، علينا أن نكتشفها في داخلنا ونعالجها. موافق، يعني أشكرك على الرأي ده، فعلا الأنانية زادت وكل واحد بيخاف على نفسه زيادة وبيفكر في نفسه زيادة ومش بيدي نفسه فرصة يحس باللي حواليه. أديكم مثل بسيط يا جماعة، يعني ما يكون واحد فيكم مش بيراعي والديه كفاية، مش حنين على أبوه وأمه، يكونوا تعبانين ما يسألش فيهم، وطبيعي لما يتجوز مش هيبقى حنين على اللي معاه، لأن ده الوضع الطبيعي، هو أناني في علاقته مع أقرب الناس اللي حواليه تعبانين، صحيح مختلفين عنه، هو مختلف في رأيه عنهم، لكن طب هم تعبانين محتاجين كلمة حلوة، محتاجين لمسة حلوة، محتاجين أكشن كويس، تقف تساعد تخدم. لو الحاجات دي كلها مش موجودة وما تمرنتش عليها، ما صلحتش نفسك فيها دلوقتي، ازاي تتصور خلال سنة او سنتين هتبقى انت العريس المثالي الحنين على مراتك او العروسة المثالية المريحة لجوزها؟ لا، مش هيحصل، مش هيحصل، لان في بروفا دلوقتي ان الناس القريبين دول مش متمتعين بيكم بشكل طبيعي. لكن ما يكون شاب حنين على والديه ولطيف مع الكل وباله طويل وكلامه حلو ومبادر كده بالخدمة لكل اللي حواليه، طبيعي هيبقى زوج صالح وزوجة صالحة. فأنا موافق على التعليق اللي جه، وموافق أن التغيير يبتدي دلوقتي، وفي محاضرة عن التغيير بكرة، أن التغيير مش هنستنى لما تتجوز وبعدين تعاني أو اللي معاك يعاني وبعدين نبتدي نشوف تتغير إزاي، لا، هو الطبيعي أنك تتغير من دلوقتي بنعمة ربنا عشان تبقى شخص روحاني مناسب لكل شريك. عكس الخوف، أي حد يطلب يتعرف علي بوافق، لكني لا أشعر بأي مشاعر وأكون متشائمة إنه لن يعجبني حتى قبل ما أرى. وده مش عكس الخوف، يعني كونك جريئة شوية ده مش حاجة وحشة إذا بدل في حدود وبتوافقي على أي حد يتعرف، كويس، ما فيهاش حاجة بدل بيتعرف. كونك بقى مشاعرك بطيئة شوية، يتهيألي في اختلاف بين شخص وشخص، بعض الناس
طبيعي في واحد بيبقى مشاعره سريعة قوي، فممكن من أول قعدة قلبه يتحرك، وفي واحدة تبقى بطيئة في مشاعر، ممكن قعدتين وثلاثة وخمسة تفضل بتحرك بعقلها أكتر من قلبها، بالذات يعني شوية مع بعد 25 سنة. يعني أحيانا بيبقى إيه القلب هدي شوي، وإحنا بنعتبرها ظاهرة صحية، لأن الانبهار والانفتان مش دايما يعني حاجة كويسة. لكن ما تقبليش أنك ترتبطي بشخص قلبك متحركش خالص، لا ما ينفعش، ما ينفعش تقبلي تتخطبي وما فيش أدنى درجة من المشاعر، كده كده خطر. لا، الحكاية مش بالكمبيوتر بالعقل 100%، لا لازم القلب يتحرك شوية، لازم تبقي مرتاحة، لازم تبقي مبسوطة في وجودك معاه، ما فيش غرام ما فيش هيام ما اختلفناش بس مبسوطة. فعلى قد كده لازم توصلي لدي قبل ما تلبسي دبلة، لكن مش لازم نوصل لها من أول وتاني مرة. حكاية بقى متشائمة انه مش هيعجبني حتى من قبل ما اشوفه، ما هو برضو التشاؤم ده تراكمات داخلية عاوزة كده الواحد يعتدل. التشاؤم برضو عاوز مزيد من الثقة بالنفس ومزيد من الصلاة، عاوز الواحد يصلي ويتكل على ربنا، ويبقى برضو الواحد بيغلب التشاؤم بحاجات تانية، ان هو عنده انجازاته وعنده حياته وعنده خدمته. الجميل في الكتاب بتاع ليس لي انسان ان ما خلاش الهدف الوحيد هو الجواز، بالعكس خلى الهدف الحقيقي الواحد يعيش لربنا ويعيش رسالة. بعد كده ربنا اختار زوج صالح او زوجة صالحة، حلو، ما سمحش بكده لأي شكل، وماله احنا لينا حياتنا ولينا رسالتنا، فالدنيا ما وقفتش يعني. وهو ده الشخصية القوية تبقى كده يعني ليها رسالتها وليها حياتها، والجواز مش هو الهدف الوحيد. دي فكرة شرق أوسطية مرضية، يعني فكرة مش سليمة، مجتمعنا المصري بيغذيها، بس انه خلاص انت اتخرجت يبقى تتجوز، تقعد بقى 10 20 سنة كده ما تفكرش غير في الموضوع ده. طبعا ده الحقيقة شكل مش طبيعي للحياة، تطرف يعني. سؤال كمان بيقول عندي مشكلة، كل اللي بيتقدموا لي علاقتهم سطحية جدا بربنا، وحقيقي احنا خدام وبنخدم، وبعض الناس بيقولوا وافقي واخدمي، لكن انا املي في ربنا ان الشخص اللي برتبط بيه يقربني اكتر من ربنا. حتة يقربني اكتر من ربنا، بعضكم عنده في البنات مبالغات شوية، لاحظت كده بعض الخادمات تقريبا عاوزة ام بنطونيوس يتقدم يعني. يعني حسيت كده اقل من كده مش هينفع، وهي اساسا تكون بتقول ابانا الذي بالعفو. الحكايه مبالغ فيها شويه يا جماعه، يعني يجوز طبعا الشباب النهارده خريج وبيشتغل والوقت ضيق وكلنا روحياتنا يعني بنزك فيها يعني، فيهمني تقري صفاته كشخص مش التزاماته كمتدين. يعني في واحد التزاماته ضعيفه شويه انما فعلا بيحب ربنا من جوه وبيحاول، لكن يعني ما بيقدرش قوي مثلا يواظب نص ساعة صلاة إجبية كل يوم، بياخدها كده على الماشي أسرع من كده، ضعيف شوية في الحتة دي. ده مش معناه انه هيبقى زوج وحش، او مش معناه انه ملوش علاقة بربنا. فبرضو خلي حكمكم معتدل، ما تقبلوش واحد ربنا مش في حياته، وما تطلبوش واحد كمان يعني يا أمين خدمة مش قابلين يعني بيحب ربنا اكتر مني. هي دي اللي قلقتني في السؤال، وانت تعرفي ازاي بيحب ربنا اكتر منك. حلو انك تطلبي من ربنا عاوزة واحد من ايدك، عاوزة واحد يشجعني على السماء، لكن ما تستعجليش في الحكم، لاني بحس ساعات بعض البنات بتتطرف في الحتة دي شوية. لكن طبعا حلو انك تطلبي الروحانية نمرة واحد، احنا ده كنا اللي بنقوله كده، اذا ما كانش ربنا واضح قدامه بلاش، لكن واضح قدامه دي اصلها ملهاش شكل واحد. ساعات بنحط التدين في برواز ضيق، يا يركب عليه يا ما يركبش. لا، كل واحد بيحب ربنا بطريقته، في واحد بطبعه منطلق فخدوم قوي انما صلواته ضعيفه شويه، في واحد يميل للخلوه والهدوء والقرايه لكن اجتماعياته قليله شويه، والاثنين بيحبوا ربنا زي الفل. واحد شبه يوحنا الحبيب، واحد شبه بطرس، والاثنين بيموتوا في ربنا يعني.
فالموضوع ما يستاهلش ان احنا نشرك كل العرسان بقولة مالوش في ربنا. لازم وجود عاطفة عند الاختيار. لو انا لقيت بنت ممتازة من كل حاجة بالعقل بس مش عارف احس بحاجة ناحيتها، هل معنى كده ان عندي مشكلة ولا الصح في الحالة دي اني اوقف العلاقة؟ برضو اتمنى ترجع لحد من الكونسلرز. ليه؟ لانه كونك مقتنع قوي بيها بعقلك وشايفها فعلا مناسبة جدا، اعتقد في درجة انفعال بسيطة انت مش دريان بيها حصلت، لان القناعة بالعقل، العقل والعاطفة حتى في لغة الاباء القديسين مفيش انفصال بينهم قوي كده، القلب والعقل دول هاند ان هاند يعني ما يقدروش يسيبوا ايدين بعض. احنا يمكن بنفصلها في الشرح وبنقول خليك بعقلك مش بقلبك وبتاع، انما الحقيقة هم متقدرش تفصلهم عن بعض قوي كده. فكوني مقتنع قوي بالشخصية اللي قصادي صعب قوي يكون مش حبيبها، لكن مش بقول منبهر بيها، يجوز انت مستني تنبهر مستني الهيام، لا ده مش ده المطلوب. لكن ساعات نسأل اسئلة بسيطة يعني، ممكن نقول له بتزهق وانت قاعد معاها؟ لا ما بزهقش. طب الوقت بيجري منكو؟ اه بيجري. بتحب تكلمها؟ اه بحب اكلمها. لكن هو كل ده مش واصل معاه، احيانا يكون بيقارن بعلاقة قديمة، مش واصل زي من كام سنة لما اتعلق بزميلته في الكلية فكان بيعد النجوم، فهو نفسه يوصل لنفس المستوى. الحقيقة لما كنت بتعد النجوم كنت هتضيع عمرك، كويس قوي ان النجوم خلصت وما كانش ده المناسب، دلوقتي هو الكلام المناسب. قدسك وصفت المرأة الفاضلة، ما هي صفات الرجل الفاضل؟ دكتور يسري لخصها في كلمة حلوة، الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالح. أهم صفة أنه يكون فعلا حاطط المسيح قصاده بيحاول يبقى شبهه، لأنه كما اللي قالها بولس دي كما أحب المسيح، كما يعني كل عريس باصص على المسيح، العريس اللي مش باصص على المسيح ما ينفعش عريس فول ستوب، باصص عليه قد إيه شبهه، هو ده المهم بقى. كل شوية كل شوية بيزيد، كل ما يقرب من ربنا يبقى شبهك. طبعا الإحساس بالمسؤولية حتى مهمة في الولد، العطاء حتى مهمة في الولد، الحنية، عدم الدكتاتورية والتسلط والأنانية. وزي ما قال برضو دكتور يسري تفادوا العيوب الميجر، يعني خافي من 3-4 نقط كده، شكاك قوي، بخيل قوي، عنيف قوي، غضوب قوي، مرتبط بعيلته قوي، كل الحاجات دي تخوف، دي حاجات تخوف. بدل فيها حتة قوي يعني درجة ملحوظة، عاوز اقول ايه، كل البنات بتعتبر الولاد بخلة مثلا، لكن لا ما اقصدش الحتة دي، اقصد قوي، وكل الولاد اغلب الولاد بيعتبروا البنات مبذرين، لا احنا بنتكلم عن حتة واضحة بزيادة، واضحة فعلا، واحد ممكن يعني ينزل يتخانق من العربية ويضرب اللي قصاده، لا ده يخوف، ده ما تقبليهوش. واحد زي قصة حصلت يعني في شفتها، يعني واحد فضل يحايل خطيبته أو اللي بيتقدم لها كده، يعني عمرك ما تعلقتي بحد يعني، وقعد يزق كده في الموضوع ده، يزن في حتة، قولي لي بس أكيد يعني ما فيش حد ما حبش قبل كده، الشغلانة دي عاوزة تجاوبه وخلاص بقى زهقت من زنه. قالت له في ثانوي اتعلقت بأستاذ العربي، لقيته اتغير خالص وفك الموضوع. مثل هذا الشاب محدش يقبله، إذا وصل لهذه الدرجة من الشك ده عاوز علاج، ده هيحطم اللي معاه أيا كانت، لأنه اللي جواه ده ملخبط، فاهمين إزاي؟ مجرد إنها أبدت إعجابها بشخص في مرحلة طبيعية ف عيني غيرت ووشه غير وابتدى اسلوبه يتغير، لا ده يخاف، ده شخص مش مظبوط واضحه. ففي تطرفات بتبقى واضح انه ده شخص مش سهل، لكن طبعا مع الصلاه ومع فهم النفس وفهم الاخر واللجنه اللي فاتت دي الدنيا بتبان اكتر. انا بشعر اني مختلف عن الناس لاني لا اريد الزواج ولا افكر فيه وليس لدي اي رغبه في ذلك، خايفة يكون التفكير ده غلط. اه غلط او في مشكلة عندي غلط، لانه بصوا البديل الوحيد اللي بنقبله
لان الواحد ما يقبلش الجواز هو انه عنده عرض اجمل من كده، العرض بتاع التكريس. والعرض التكريس ده واحد فرحان قوي وشبعان قوي بربنا، مش مجرد مشغول في الدنيا ولا مشغول بشغله، لا لا، واحد فرحان فعلا بربنا ونفسه يقضيها مع ربنا، ومش عاوز يعني الجواز، مش لأنه خايف منه ولا شايف في حاجة غلط ولا بيهرب من المسؤولية، لا لا خالص، هو شايف رسالة أكبر، نفسه يقضيها كلها خدمة، نفسه يقضيها كلها صلاة. فاشتياقات البتولية غير كده، اشتياقات البتولية دي الشكل الطبيعي بتاعها درجة عالية من الحب الإلهي، فما فيش داعي ان احنا نلبسها تلبيس على وضعنا. كون واحد ما جاتش الفرصة لسه وماله، مش هيقعد يفكر في الجواز طول الوقت، لا، هيعيش حياته ويشبع بربنا، لكن ما يبقاش رافض الفكرة 100%، لان يمكن ربنا رايد له الارتباط ويكون في ارتباط كويس، وهو اللي بيعند مع صوت ربنا. جميلة كلمة أغسطينوس لما يقول المتكبر يصنع مشيئته والمتواضع يبحث عن مشيئة الله. المتواضع بيدور انت يا رب عاوزني في ايه، عاوزني في جواز وماله، عاوزني بدون جواز ماشي، عاوزني بقى مكرس ليك حط في قلبي كل الحب اللي يكفيني للحتة دي. فدي غير دي. سؤال كمان بيقول ايه دور الله في اختيار شريك الحياة؟ دور الله يبتدي من دلوقتي لما نغير دماغكم ونعدل تفكيركم، والواحد يتوب عن أنانيته ويحب ربنا أكتر ويحب الناس أكتر ويفهم نفسه صح ويعرف دوره كعريس ودورها كعروس. من هنا يبتدي دور ربنا. بعد كده ربنا بيحط في سكتك الشخص المناسب. إذا كنت ولد بتشوف حد تعجب بيه، إذا كنت بنت بتختاري من اللي بيتقدمه. الصلاة لها دور كبير هنا، أن ربنا ينور تفكيرك تختاري الشخص المناسب. رب الاعتراف له دور في الإرشاد، بترجعي له يصلي معاك ويفكر معاك. عينك في راسك وبتشوفي اللي بيحصل قبل الخطوبة وأثناء الخطوبة، عشان تبقي عارفة أنت ابتديتي سكة صح ولا مش هي السكة، هو ده الصح ولا مش هو، قبل وأثناء الخطوبة. فربنا متواجد طول فترة ما قبل الاختيار وأثناء وبعد. دور ربنا ده دور ميجور، ده يمكن كل الدور عليه، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. لكن مش بنميل إلى فكرة العلامات، إن واحدة تبقى مستنية علامة من ربنا إنه يطلع اسمه كذا. ليه يعني؟ في بنات بتفكر في كده، عاوزة اسمه كذا. لا، ما هو مش لازم يبقى اسمه كذا، يعني ما دي حتة كده تميل فيها للحرفية ملهاش لازم، أو يعني عاوزة كده حلم يجي من في السماء وكل يوم يطلع كابوس، فطبعا مش عارفة تتجوز. لا، مش هنا، ربنا مش بيعملنا بالأحلام والرؤى، ربنا حط فينا روحه ومدينا عقله ومدينا ناس وكنيسة مفتوحة، فالحاجات دي كلها ربنا بيتكلم بيها. أرفض أن أرى أي شخص ليس له علاقة بالكنيسة. أنا ما فضلش يا بناتي أن أنتوا ترفضوا أي شخص بدون ما تقعدوا معه، اقعدي معه ولو مرة وبعدين قولي لأ، حتى لو نفسيا العملية دي مرهقة، لأن أحيانا البيان اللي يكون جاي لك مش دقيق. خلي بالكم البيانات ساعات اللي تكون جاية ما بتكونش دقيقة أوي. ليه تحرمي نفسك من فرصة اعرفيه وشوفيه وبعدين قولي مش مرتاح، او من القعده قولي لا مش قادر اكمل بعد ربع ساعه، اللغه غير اللغه خالص، ماشي ما حصلش حاجه، ما خسرناش كتير لما نلاقي انه لا ده بيتكلم لغه عالميه متعبه، يعني لسانه كانه مش مسيحي خالص، اوكي مش مستحمله، خلاص حقك. لكن من الباب كده ما شفناهوش وما سمعناش بيه، ما يجوز فعلا شخص بيحاول قريب من ربنا ولسه مش متبرمج، يعني البرمجة اللي انت نفسك فيها، معلش. هل ده تزمت؟ مش تزمت، بس ايه، في حتة كده عاوزة تتظبط. برضو ضمن الاسئلة اللي كانت في اللجنة، معرفش اتعاملتوا معاها ولا لا، لما تسألوا عن شخص ودي قضية مهمة ارجوكم اسألوا حتى لو كنتوا عارفين الشخص، يعني لو بتتكلموا على بعض مثلا، واحد معجب بواحدة من الخدمة وشايفها وعارفها، ده ما يمنعش ان يسأل عليها برضو،
ما يمنعش انه يسأل عليها. ليه؟ ساعات هو يكون قاريها غلط، يعني يفاجأ ان كلام الناس غير ما هو شايف، يعرف ان انطباعات الكل عكس خالص انطباعه. انا هصدق الكل مش هصدقه، هو اللي مش شايفها صح. يعني مثلا ولد يكون واكل الجو زيادة، فيتقدم لبنت تقول ياه مش مصدقة روحها انه جالها، وبعدين تسأل كل الخدام او تبعت بقى اللي يسأل، تلاقي محدش مرتاح له، محدش مرتاح له رغم ان هو صوته عالي، بس في التعاملات كله كاشش منه. استني، ده لازم في عيب ميجر، انت انبهرتي بس ان هو يعني شوية صوته عالي يعني، بس مش. فعشان كده بقول السؤال حتى لو احنا عارفين الشخص مفيد. اهم سؤال يتسأل، او يعني مجمل الاسئلة عاوزة توصلني لإجابة مهمة، قد ايه مقبول ومحبوب من كل الناس؟ يعني في اسئلة كتيرة مفيدة، لكن يعني في الاخر عاوز اعرف الناس اللي بتتعامل معاه بتحبه ولا بتتعب منه؟ ما انت هتبقي من الناس اللي بتتعامل معاه على طول لو كان شريكك. فلو الناس اللي بتتعامل معاه بتقول قلته احسن، قولي زيهم قلته احسن. فهي بتبان. لما اسال على واحد بيشتغل في البنك مثلا، متقدم لحد من بناتي، مش انا اللي بسال، بس انا بتصور يعني كاب او كعيله او كشخص، الاقي من اول السايس تحت، اول ما قلت اسمه شتم. البدايه مش مشجعه خالص، واخدين بالكم؟ حتى لو هو في قعدته هانسم كده وبرزنتبل وحاجه فل، انما الراجل شتم اول ما سمع الاسم، والفراش اجارك الله وزميله بيقول لك ده مستلف مني وما جابش الفلوس، والرئيس بتاعه ده مستهتر وغير ملتزم وما بيجيش في ميعاده ابدا، ما فيش حد قبله، ده شخص متعب بتاعه، بلاش. هو ده بقى المخادع اللي ممكن في القعده يبقى كده شكله يعني كلامانجي شويتين، لكن هو في الحقيقه مش شخص سهل. فهنا سؤال مفيد، ما حدش ينكر قيمه السؤال. اخر سؤال عشان في اسئله لسه ما بتخلصش، فانا يعني ما تقلقوش. قابلت عرسان كتير، لكن وكتير منهم كان كويس، لكن كل مره ما كنتش طايقه نهائي وكنت بعيط لغايه ما يطفش. يا سلام. زار الشغل كتير قوي دكتور نبيل. مشكله اني عايز اتجوز اعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، انا بقعد مع كونسلر بجد، ولازم تفهموا الحته دي، انه محدش فينا كامل، واحنا بنحتاج ان احنا نفتح قلبنا وان حد يساعدنا نخطو خطوه لقدام. مازال بعضكم قافل على نفسه زياده ومقتنع بان اللي هو فيه مش هيتغير ابدا، وده مش كويس. ده الانجيل كله بيكلمنا عن التغيير والنمو. فإذا ربنا ادانا نعمة معانا دكتور يسري، دكتور نبيل، دكتورة نيفين، وأبونا فيلوباتير، يعني لما تطلع اللي جواك، والأسئلة دي مفيدة طبعا، اتقدم خطوة لقصادك لقدام. فأنا عاوز أقول محدش يبقى عنده حاجة واضحة زي كده، عنده ريجكشن عنيف لموضوع الجواز ويفضل ساكت على نفسه. أنت بتظلمي نفسك كده، بتظلمي نفسك. ويجوز بعد كده بعد سنين طويلة احتياج الزواج يبقى ملح جدا جواكي، بس تبقي صعبان عليك السنين اللي فضلتي ترفضي بدون سبب، فحاسبي تكوني بتظلمي نفسك ببساطة. لما تحكي وتطلعي ممكن قوي الريجكشن الفظيع ده يهدى خالص، ويبقى الواحد مقبل على الحياة الطبيعية، وبعد كده يستنى ان كان ربنا رايد له او مش رايد له. يبقى هنا فيها تسليم بقى، في فرق بين واحد بيحب ربنا وبيقول له أنا بين إيديك يا رب، عاوزني أتجوز هتجوز، مش عاوزني أتجوز ماشي، بس شبعني، إملى حياتي عليا وخلاص، أنا مش عاوز أكتر من كده. بس مش هو اللي رافض الفكر، مش هو اللي ريجكتنج المشروع بعنف، لا، في حتة عاوزة تتصلح. لازم زي واحد يا جماعة عنده مثلا مبادئ مرض معين مش عاوز تعالج، طب احنا بنحبه فخايفين عليه، فبنقول له لا، لازم تهتم بنفسك في الموضوع ده. معرفش انا عنيف ولا لا في الحته دي، بس انا بحس انه ما تظلموش نفسكم. لما تلاقي حته ملخبطه كده، لا، لازم تدور انك تصلح حته في نفسك، لان انت بتعملها عشان ربنا وعشان نفسك، عشان ربنا كمان.
لأن ربنا بيبحث فينا عن الكمال، فالكمال متعطل بسبب التطرف النفسي ده، الحتة دي فيها حتة مش مظبوطة. خلاص كفاية الأحسن، نقول ترتيلة صغيرة وبعدين ناخد موضوع تاني. ياتي تسبق ثارا يعزف للرب مهارا، تارة تعزف أحزان تعزف انتصارا، أما أنا فسلام. نطق اسمك الحياة هو لذة الشفاء، إليك النفس أرفع فبنور وجهك أسطع، منك أسمع يا قوتي أحبك يا رب. بل صلاتي أنت حصن حياتي قوتي أنت ونجاتي، أنا لك لروحك حياتي تسبق ثار مهارة، تارة تعزف أحزان ودائما تعزف انتصارا، أما أنا فسلام، فأنت لي النجاة حياة هو لذة الشفاء، من هول موج البحار أعنتني من الأخطار، أعطيتني كل انتصار يا قوتي أحبك كسهم طائر في النهار، تربص بي الأشرار أنقذني لروحك حياتي تسبق ثارا يعزف للرب، تارة تعزف أحزانا ودائما تعزف انتصار، أما أنا فسلام، أنت يا ربي كنت معنا عند قيادة من ناس علينا، يمينك تعطي أمانا يا قوتي، شوق الآياء للمياه عطشي لك يا إلهي، أنت خلاصي ورجائي، أنا لك لروحك حياتي بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ف
فكرت كده في موضوع بعنوان تساؤلات حول زواج آدم. أنا مش بس بشكك في زواج الراجل، بس أنا حسيت أنه جواز آدم ده بالذات عاوز يتراجع عشان نشوف إيه الحكاية أولها. نقرأ النص الأول وبعدين نناقش. من تكوين 2 يقول: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظ. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية واسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. أول سؤال: ليه ربنا ما خلقش آدم وحواء من الأول مع بعض؟ حد فيكم فكر في دي قبل كده؟ ما كان ممكن يخلقهم مع بعض. ليه ما تولدوش من البداية أو تخلقوش متجوزين من البداية؟ ليه خلى آدم يعيش؟ ليه ما بنتولدش متجوزين يعني؟ وكنا نرتاح من المشروع ده. مش كانت فكرة؟ كانت تتوفر علينا كتير. دي رجعنا شوية. بصوا يا جماعة لنص قبل كده يقول إيه: نعمل الإنسان على صورتنا وشبهنا يتسلطون. وخلق الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم وقال اسمروا. يمكن ربنا خلق آدم عشان الحتة اللي قالها في تكوين 2: لم يجد له معينا. محتاج آدم يشعر باحتياجه لحواء. قيمة حواء مش هتتحس غير لما يحتاجها. لو هو موجودة من الأول يمكن كان اعتبرها خليقة زي بقية الخلائق وخلاص، ما فيش ارتباط بينه وبين الأسد كتير. الأسد بيلحس رجليه يعني، الأسد ما كانش بيعض ساعات، إنما يعني مش تبعه، بيحبه وبيسميه وبيلعبه، لكن مش ده الارتباط اللي ربنا قصده. فربنا لأنه هيتكلم عن ارتباط معين في مستوى معين ما خلاش حواء تبتدي من الأول، خلاه يتوحد شوية. وده اللي بيحصل معاكم، انت بتعدي على فترة وحدة شوية، هي اللي انت فيها دلوقتي، فترة وحدة، عشان يئن قلبك ويقول محتاج شريك، محتاج حد يسمعني، محتاج حد يطبطب عليا، محتاج حد معايا على طول، محتاج حد يفهمني، محتاج حد يلبي طلباتي واحتياجاتي ورغباتي. الاحتياج ده مهم للجواز، أساسي، عشان آدم لما شافها حسنة بتسد احتياجه. والغريب العجيب إن ربنا كان معاه وما زعلش ربنا إنه آدم ما اعتبرش إن ربنا كافي. ده ربنا من اتضاعه بيقول: لا يحسن أن يكون آدم وحده. وحده؟ يا رب ده انت مالي علي الدنيا؟ يعني هي حواء هتعمل ايه يعني؟ ما انت البركة فيك يا رب. لا، ربنا من اتضاعه شاف ان وجوده في حياة آدم يحتاج الى حاجة تانية كمان، وكأن ربنا مش هيعرف يوصلها لآدم الا عن طريق حواء عشان يشبع احتياج آدم. فالعجيب ان ربنا بيقول لا يحسن ان يكون آدم وحده. وحده ربنا موجود ازاي؟ فاذا رسالة حتى للمتدينين اللي بيعتبروا الهروب لربنا هو الحل الوحيد
إذا كان ربنا سامح بكده هنقبلها ونقرب من ربنا، لكن يكون تهرب من فكرة الارتباط حاسب، لأن ربنا ما قصدش كده. ربنا نفسه بيبقى فرحان بارتباط آدم وحواء، هو اللي جايبهم لبعض، هو اللي بيشبعهم ببعض، مبارك ارتباطهم، شايف ان احتياج آدم هيتسد في حواء فعمل له حواء. فربنا ما ابتداش بحواء من الأول، ابتدى آدم وسابه لوحده وبعدين جاب له حواء. كمان حاجة تانية مهمة، آدم اتخلق من الأرض من التراب، كان ممكن حواء تطلع من التراب، بس هتبقى هي ترابة غير الترابة بتاعته، يعني ايه؟ هي حبة رملة غير الحبة الرملة بتاعته. ربنا حابب يفهمهم قد ايه مستوى العلاقة اللي بينهم، فقال لأ، حواء مش هناخدها من الأرض، حواء هناخدها من آدم، عشان لما ترجع له، لما ترجع لحضنه يشعروا انه كده ده الطبيعي. آدم نقص ضلع، الضلع ده لما يرجع لحضنه تاني يشم نفسه يشعر انه كده اكتملت انسانيته وحياته. فلم وحواء بقت منه ولي ورجعاله، ده ربنا بيقول كده، بيعملها بالطريقة دي عشان يشعر كل واحد ان مراته فعلا حتى منه. ما كنتش مهما ربنا كان قالها لنا وقال حس بمراتك كحتة منك، اقول له ايه علاقة يعني حتة منك؟ لكن القصة بتاعت ادم وحواء تزرع فينا الفكرة دي، ازاي ان مراتك فعلا حتة منك؟ لما ادم شافها عرف على طول انها حتة منه، قال هذه عظم من عظم ولحم من لحم، دي متاخدة مني وبترجع لي. فالفكرة دي يقال انه في الفلسفة اليونانية كان في كائن أفلاطوني كده اسمه أندروجين، اللي طلعت منها كلمة الأندروجين اللي هو هرمون الذكورة. وبعدين الكائن الغريب ده اتقسم اتنين، وفاضل طول حياته، قصة خيالية أسطورة عند اليونانيين، حياته كلها بيدور على النص التاني اللي يكمله عشان يرجع يبقى متكامل. هي طبعا محاولة لتقليد قصة الخلق الحقيقية اللي سجلها الكتاب المقدس. كمان كون آدم ابتدأ وبعدين جت حواء، عشان ربنا يفهمنا ان الجواز مش من داي وان، الجواز يحتاج الى نضج معين عشان تدخل عليه، في خطوات قبل الجواز. آدم اتعامل مع ربنا وتعامل مع الطبيعة وتعامل مع نفسه، وبعدين دخلت حواء في حياته. آدم اتعامل مع ربنا ما كانش في حواء، وتعامل مع نفسه ما كانش في حواء، وتعامل مع الطبيعة بكل خلائقها قبل ما يكون في حواء. وربنا قصد كده، لما ينجح في التعامل مع ربنا ومع نفسه ومع الطبيعة تيجي حواء، هينجح في التعامل معه. وهو ده اللي احنا بنكلمكم فيه، انه لازم توصلوا الى نضج معين، الى نجاح معين مع ربنا ومع نفسك ومع الحياة، عشان تقدر تدخل على الهدية اللي بعد كده، هدية حواء. وهنا نسأل، طب ايه بقى حكاية يتعرف على ربنا وعلى الطبيعة قبل ما يتعرف على حواء؟ هي حواء لو اتخلقت مع آدم من داي وان كانت هتبقى بيتعرفوا على بعض زي ما بيتعرفوا على ربنا وعلى الطبيعة، لا، حواء لازم تاخد وقتها لوحدها، ربنا في الأول والطبيعة في الأول وبعد كده تيجي حواء. تعال نشوف المفروض تنجح مع ربنا ازاي وفي ايه قبل ما تتجوز. النجاح مع الله اولا، لو علاقتك مع ربنا ما نجحتش علاقتك مع شريك حياتك مش هتنجح، دي قاعدة. لو ما كنتش تعرفت بربنا صح مش هتتعرف بمراتك صح، لو ربنا ما خدش مكانته الطبيعية في حياتك صح مراتك مش هتاخد مكانها الطبيعي في حياتك. النجاح مع الله يعني ايه؟ النجاح مع الله اولا الاحتياج. هل اكتشفت انك محتاج ربنا؟ ادم كان عنده الاكتشاف ده مبكر وواضح، انا محتاجه، هو مرجعي، هو خالقي، هو ابويا، هو الوحيد اللي بحكي معاه، هو اللي ما بيسيبنيش ولا لحظه، هو كل في الكل. الشاب فيكم لما يحتاج ربنا ويشبع بربنا ويصاحب ربنا ويحكي مع ربنا ويقرب من ربنا، ده أفضل عريس في الدنيا، لأن علاقته مع ربنا علاقة حقيقية
ربنا شخص حي في حياته، ما هوش فكرة نظري. آدم بالنسبة له ربنا شخص حي بيتحكي معاه من قبل ما يكون في حواء، مش حواء اللي علمته التدين. وده اللي احنا بنقوله، ما تستنيش تعلمي اللي بيتقدم لك يعرف ربنا، لا لا، قلبنا الموازين. لو ما كانش عرف ربنا قبل منك ما تاخديهوش، ده مش بني آدم، مؤاخذة، لسه مش آدمي طبيعي، كان لازم يعرف ربنا الأول. الشركة مع الله، تاخدوا بالكم في تعبيرات جميلة قوي قالها موسى النبي، يقول ايه؟ أحضرها الله إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. ايه ده الروقان ده بقى؟ كان ربنا بيتمشى مع آدم في الجنة ويشاور كده للأسد، تعالى يا أسد اركع عند سيدك آدم، تحب تسميه ايه يا حبيبي؟ ايه ده؟ شركة صحوبية بين ربنا وبين آدم. أحضرها الله إلى آدم، ربنا واخد آدم فسحة بيعرفه بالطبيعة والخليقة، وآدم هو اللي بيسمي. شوفوا الشركة، في شركة مع الله، شركة في العمل، شركة في السلطة. عشان كده بنقول الشاب لازم يشتغل قبل ما يتقدم، لأنه لما بيشتغل، لما بينجز، لما بينجح، لما بيبقى له دور، الحاجات دي كلها قبل حواء. لما بيتعلم يمسك ايد ربنا هاند ان هاند ويمشي في الدنيا، لما بيعرف مكانته في الحياة، ربنا اداله مكانة عالية جدا، هو اسمى من كل الخلائق. كل دي اكتشافات لما بيشارك ربنا، بيشاركه ربنا خلق بس ادم يسمي، بيشترك مع ربنا. حاجة تاني، النجاح مع الله الثقة في الله، اللي هي كلمة ايمان. لما واحد يصدق ربنا، يثق فيه، يثق ان ربنا بيحبه فبيعمل له احلى حاجة. عارفين ادم نام ليه؟ بينام ليه؟ الطفل بينام ليه؟ الطفل اللي ما عندوش امان ما بيعرفش ينام، يفضل يصرخ طول الليل. الطفل بينام وبينام كتير عشان صدر امه، عشان الامان اللي متوفر في البيت. ادم نام لانه ربنا موجود، هي ببساطة كده، لان ربنا جنبه، لان في ثقة ان ربنا هيمشي الكون من غير ادم، لان مفيش حيوان هيقدر يقرب من ادم يعضه، ربنا موجود. كل دي حاجات طبيعية ادم شربها شرب قبل ما يبقى في حواء. في المسؤولية، ادم خليك مسؤول معايا، اكبر يا ادم وخليك مسؤول، قد المسؤولية، سمي انت الحيوانات، تسلط، كلمة تسلط على كل شيء، يبقى انت مفيش حاجة تتسلط عليك. انجح يا ادم انك انت اللي تمشي الدنيا مش الدنيا اللي تمشيك، قبل ما اجيب لك حواء. مشكلة المشاكل في شباب كتير او الدنيا ماشياهم، اي زوجة هتتعب مع واحد الدنيا سيئة، حتى لو الشغل ما كانش هو اللي حاطط الاساسيات، هو اللي بيمشي الدنيا، هي دخلت في حياته غلط، لان هو مسحوب، مسروق، بيتسحل كده، الدنيا بتشد وشد، وهي هتضطر تجري في ديله يا عيني. انما غير واحد هو اللي بيقول عاوز اعمل ايه ومش عاوز اعمل ايه، ما ينفعش الشغل ياخدني كده، لا، تسلط يا ادم، خليك انت الكبير، انا خلقتك يا ادم تاج الخليقة عشان انت اللي تمشيها، مش ان الدنيا تمشيك. كل ده قبل حواء، ده كله اسمه النجاح مع الله. الوصية العجيب، انا اول مرة اكتشفها وانا بحضر لكم الحتة دي، ان اكتشفت ان ربنا قال وصية الشجرة لآدم قبل ما يكون في حواء، كنتش واخد بالي من هذه. قال حكاية الشجرة ما تاكلش، ما كانتش حواء واقفة. اذا العلاقة مع الله فيها التزام وفيها وصية، وآدم ملتزم بيها قبل ما تدخل حواء حياته. الشاب اللي وصية ربنا مش في دماغه، مش شغلان، ما ينفعش زوج. لو آدم ما فيش وصية في حياته، ما فيش صح وغلط، ما ينفعش زوج. لكن ربنا قال له آدم كل زي ما انت عاوز يا حبيبي، انا مديك كل حاجة، بلاش الشجرة دي فيها موت، حاضر يا رب. علاقة سوية بين آدم والله. لما نام قال له تعالى جيب لك هدية حلوة عشان انت تسمع الكلام، جيب لك هدية، هي حواء. كل دي حاجات أساسية في العلاقة بين الله وآدم، نجاح مع الله قبل النجاح مع حواء.
تاني نقطة النجاح مع النفس. يعني ايه بقى؟ كلمة جميلة قالها موسى النبي برضو، يقول ايه؟ اما لنفسه فلم يجد معينا. الورشة اللي فاتت دي اللي كنا قاعدين نتكلم عن معرفة نفسك، هل قدرت تصارح نفسك بما تحتاجه ولا انت مش عاوز تصارح نفسك؟ ادم كان طفل ساذج بسيط لطيف بيقول انا جعان، زي اي طفل يدخل كده يقول له مامته انا جعان. احنا كبار لما نبقى قاعدين مع وسط بعض ما يصحش تقول انا جعان، عيب. انما الطفل بيقول انا جعان. فادم كان شايف ان جعان حب، جعان حد، جعان شريك. اما لنفسه فلم يجد. يعني الاولانية ربنا شايف كده، قبلها بايتين يقول ايه؟ ليس جيدا ان يكون ادم وحده. ربنا شايف احتياج ادم. بعد شوية ادم شاف احتياجه. ده نضج يا جماعة، نضج ان الواحد يصارح نفسه باحتياجاته قبل الجواز. انك تقول انا محتاج، سوري، محتاج حتى جسديا. طب وماله؟ وماله لما تقول كده؟ انا محتاج حد يسمعني، انا محتاج حضن. ماشي، قول لنفسك انا محتاج ايه، مش عيب. ليس جيدة، ربنا شايف احتياجك وسايبك بالاحتياج ده عشان يشبع بشكل ما. صارح نفسك. هنا الصراحة مع النفس نوع من النضج، اللي تحتاجه قبل ما ترتبط بحواء. الفهم، ادم فهم نفسه. فهم نفسه عارفين ازاي؟ من حاجتين، ربنا بيقول له ايه والدنيا شكلها ايه. فهم نفسه انه مختلف. يعني اظن في علم التربية والنفس يقولوا الطفل بيتعرف على نفسه انه في الاول فاكر نفسه حتى من امه، بعدين لا انا غير ماما، وبعدين دي مش تبعي، في الاول دي بتاعتي، كل حاجة في الدنيا بتاعتي بتاعتي، بعد شوية لا ممكن ما تبقاش بتاعتي، وبعدين دي كوباية، دي مش انا. فاهمين ازاي؟ التعرف ده نضج. الفهم لموقعك في الحياة، موقعك في الحياة، دي قضية مهمة. من أنت ولماذا أنت؟ قبل ما تقول اتجوز، أنا صورة الله، دي جت قبل حواء. أنا أمثل الله على الأرض، أنا أجمل ما في هذا الكون، أنا اللي الكون ده اتعمل عشانه، أنا اللي أسوق مشت ما تساقش، أنا بيني وبين ربنا كلام، دول كلهم مش بيعرفوا يكلموا زي. انا الوحيد اللي خدت وصية لان بيني وبينه علاقة خاصة. الحيوانات دي ما بتاخدش وصية، عندها غرائز تحكمها، انما انا وبيني وبينه ارادة مش مميزة جدا. كل ده اسمه فهم وادراك. لو الواحد غير مدرك للحاجات دي يبقى ما نجحش مع نفسه، ويبقى بالتالي ما عرفش يتجوز جواز مسيحي. النجاح مع النفس انه يحب نفسه. هل آدم كان بيحب نفسه؟ طبعا طبعا بيحب نفسه. ليه؟ بيحب نفسه الحب الطبيعي السليم اللي قصده ربنا، لأن ربنا بيحبه ولأن الحيوانات بتحبه. لأن ربنا بيحبه، دي واضحة من أول كلمة، ولأن الدنيا كلها بتقدم له. فالطفل اللي متربي في بيت طبيعي كله حب بيطلع بيحب نفسه. احنا ليه بعضنا مش بنحب نفسنا وكلنا مشوهين في الحتة دي شوية؟ لان في ناس حوالينا ما قدموا لناش حب كنا محتاجينه في وقت واحنا اطفال، اتصدمنا في محبة كانت حقنا من ناس قريبين لينا، فمش عارفين نحب نفسنا صح لان هما ما حبوناش صح. انما ادم كان سوي في الحتة دي، كان بيحب نفسه لان ربنا بيحبه، بيحب نفسه لأن الطبيعة كلها مش ضده، تحت رجليه. كان قابل نفسه، آدم كان قابل نفسه، ما بيقولش أغنية ما بستاهلش، ما بعرفش، ما بنفعش، بيعرفش يقول الكلام ده. آدم بيقول أنا محتاج، وربنا بيقول حاضر يا آدم، أنا واخد بالي إنك محتاج، أنا بس استنيت الوقت اللي تقول فيه كده. آدم مميز إنه مش حيوان. معلش الحتة دي هقولها تاني، آدم مميز إنه مش حيوان، هو أفضل من حيوان. عرفتني طبيعة الحيوان يا رب. يعني إيه؟ عرفتني إن أنا الحيوان
لما يجوع لازم ياكل، انا لا، لما اجوع ممكن استنى. فاهمين؟ انا مميز لاني انا عندي اراده وعندي سمو وعندي نضج وعندي الهاير سنترز اللي كان بيحكي فيها الدكتور يوسف. انا مختلف. ادم عرف يميز ده كله قبل الجواز، خلي بالكم، لان هو ده اللي بيتعبنا في الجواز. لو ادم من دول لا عرف ربنا صح ولا فهم نفسه صح، جاي يتجوز ليه ويطلع عينينا ليه؟ ما يروح يعرف ربنا الاول ويفهم نفسه الاول. تيجي الحته الثالثه، النجاح مع الطبيعه. يبقى النجاح مع الله، النجاح مع النفس، النجاح مع الطبيعه. ايه النجاح مع الطبيعه؟ الطبيعه مدرسه يا جماعه، مدرسه للاميين، مدرسه لكل البشر. الطبيعه مدرسه، كتاب مفتوح غنية جدا بالدروس. الطبيعة بتعلمك ان في حدود، درس الحدود درس بيتعلمه الطفل الصغير والفلاح الامي، انه اقدر وما اقدرش. الطبيعة بتقول كده، انا ما اعرفش اطير زي العصفورة، هي تقدر انا ما اقدرش. اظن الدرس ده مش محتاج يتقال في المدرسة، بس ده درس من الطبيعة عشان لما تتجوز بعد كده تعرف تقول I can I can't. طبيعة علمتنا كده، فتقدر تيجي في لحظة تقول ما أقدرش، من حقك، طبيعي الحدود كده. وهو يقدر، هو يقدر، حدود. الطبيعة بتعلمك السلطة، إن في أنواع مختلفة، في درجات مختلفة، لكن أنت فوق الكل كإنسان، مفيش حاجة تسوقك. النجاح مع الطبيعة فيها نوع من المعرفة. فكرة يسمي الحيوانات دي يا جماعة معناه مستمتع بالحياة. الشاب اللي ما بيعرفش يتمتع بالحياة صح قبل الجواز مش هيعرف يتمتع بجوازه، لأن الجواز جزء من الحياة اللي خلقها ربنا. فهو ما بيعرفش يتمتع بحب والدين، ما عرفش يتمتع بأصدقائه، ما عرفش يتمتع بربنا في علاقة روحية، ما عرفش يتمتع بالنجاح والتفوق، ما عرفش يتمتع بالرياضة، ما عرفش يتمتع بالخلوة، ما عرفش يتمتع بالأكل والشرب، ما عرفش يتمتع بالفسحة والرياضة، مش عارف يتمتع بمراته لأنه مكلكع، لأنه في حاجة عاوزة تتظبط، لأن ربنا خلقه يتمتع وهو مش عارف يتمتع بواحد اتنين تلاتة يدخل على عشرة. مش مظبوطة الحكاية. بولس يقول لتيموساوس يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. فالشاب الطبيعي اللي بيعرف يضحك من قلبه ببساطة، يعرف يفرح، ده لما يتجوز هيعرف يضحك ويفرح، لأنه الحياة حلوة وربنا مدي حاجات حلوة كتير قوي. فآدم دق ده كله قبل ما يدوق الهدية الغالية قوي اللي اسمها حواء بعد كده. النجاح مع الطبيعة عرفوا حدود التعامل وعرفوا كمان العمل. ربنا يقول له أنت تتسلط، أنت مسؤول قصادي عن كذا وكذا. يبقى الطبيعة بتديك فكرة أنك ليك دور، أنت قائد. القيادة في الرجل أساسية، أساسية. وكل بنت فيكم محتاجة راجل يبقى قائد. خلقة ربنا كده، خلقة ربنا كده. فآدم اتمرن على القيادة وراء طابور حيوانات وليكن، بس هو قائد لأنه ربنا خلقه كده عشان ما تيجي حواء تمشي وراء شريكة حياته، لكن تتمتع بأنه خد كورس قيادة قبل كده، اتعلم يقول أو لأ، صفى وانتباه وماله، لكن هو قائد. فكل زوجة تحتاج ان جوزها يبقى قيادي بدرجة ما، احتاج طبيعي، وربنا خلق ادم على كده وظبطه على كده عشان تيجي حواء على الجهاز. يجي بقى النجاح في الجواز. لو الانسان، لو الراجل من دول، لو الشاب من دول نجح في علاقته مع ربنا، وبقول نجح في علاقته مش بقى قديس يعني، لا، لكن الاساسيات مظبوطة جواه، نجح في علاقته مع نفسه، يحب نفسه صح، يقبل نفسه، فاهم نفسه، نجح في علاقته مع الطبيعة، عارف يعيش في الدنيا وينبسط. ندخل على النجاح في الزواج. قال آدم هذه الآن عظم من عظامي. برافو آدم، أحلى تعبير
يعبر عن الزواج المسيحي قديم وجديد وآلى آخر الدهور. نطقوا آدم من غير ما حد يشرح له ولا درس بري ماريتال كونسلينج، فيش ولا درس ولا محاضرة، هو آدم صحي من النوم جاب المفيد على طول، دي حتة مني هو ده الكلام. نقعد نهاتي مع أزواج بقالهم 20 سنة عشان ينطق الكلمة دي، عشان يفهم المفهوم ده، لأنه لو فهم دي خلصت، كل اللي بنقوله ضمنيا وصل. آدم جاب من الآخر، دي حتة مني، حتة مني يعني بحبها زي نفسي، حتة مني يعني أنا مسؤول عنها، حتة مني يعني بحس بيها، حتة مني يعني فاهمها، حتة مني يعني تبعي، حتة مني يعني مفيش حاجة ممكن تطلعها برايا. كل المعاني اللي عاوزين نقولها في الجملة دي آدم جابها على طول، لأنه متزبط صح. هذه الآن عظم من عظمي ولحم من لمح، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. هو يفتخر أمام نفسه وأمامها، أنت مني، أنت طالعة مني، وده اسمك. عشان كده تلاحظوا بعد كده الوحي الإلهي ما بقاش يقول آدم وحواء، يقول آدم وامرأته، مدام آدم. الوحي ده جميل جدا، مدام آدم خلاص، يعني بعد ما سماها حواء لا، فضلت آدم وامرأته، عشان الانتماء اللي بينهم ده مفيش زيه. فهو ده اللي قاله، دي امرأة لأنها من امرئ أخذت. فتلاحظوا في النص يقول آدم وامرأته. هل حواء خلقت لآدم؟ كم آية كده مهمين قوي نفهمهم في الكتاب، هو درس كتاب بس مرتبط بالموضوع. هل حواء خلقت لآدم؟ هنا بقى يجي سؤال ستاتي مشهور، وش معنى؟ ومعنى كده حواء أقل بقى، يعني احنا معمولين عشان الرجالة؟ ايه مش معمولين لنفسنا؟ طب وليه ما اتخلقناش احنا وهو اللي يتعمل لنا؟ يعني انتوا مش فاهمين حاجة، بالعكس عارفين هو التسلسل في الخليقة ايه. ربنا خلق الدنيا كلها لآدم، وبعدين خلق حواء، فكان بأن آدم والدنيا لحساب حواء. لو فهمتوها صح، يعني ربنا عمل الدنيا كلها ليه؟ طب ما هو ممكن آدم يقول وأنا ما اتخلقتش قبل الأسد ليه؟ أهو أنت أعظم من الأسد، الدنيا اتعملت عشانك يا آدم، وآدم اتعمل عشانك يا حواء. فلو فهمتوها كده مش هتلاحظوا أبدا المعركة بتاعت مين الأول. سؤال مين الأول ده سؤال شيطاني، سؤال مين الأول بالمعنى بتاع الدنيا، رأيي ولا رأيها، كلمة مين اللي تمشي، ده سؤال غير موجود في النص، ده مش موجود في النص، ده كل واحد بيتبارى لإرضاء الآخر. فاحنا عكسنا كل الموازين لما بقينا نقول من الأعظم، آدم ولا حواء، من الأول، والأول هنا بمعنى الأحسن يعني الأفضل. الموضوع ما كانش كده خالص عند ربنا، دي حتة منك أفضل إزاي يعني، مفيش، ما تنفعش تبقى أفضل ولا أقل، أنت هتبقى أفضل من نفسك. لماذا لم يخلق آدم لحواء؟ هنا يقول وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. وأخذت حواء من آدم، هي أيضا نفسا حية، لكن آدم بيبص للتراب، على الأقل حواء بتبص لجوزها لأنها متاخدة من جوزها. فإذا كانوا حواء معترضة يعني زعلانة، يعني طب خلاص تبص للتراب بدل زعلانة، ما فرقتش كتير. فالمعنى ببساطة هنا إن إحنا بنقلب الموازين، آدم شايف كويس قوي مكانة حواء، وحواء شايفة مكانة آدم، مش بيتصارعوا على القمة. قضية الصراع على القمة ده هو ده اللي دخلها الشيطان. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة، كلمة جميلة قوي حكاية بنى، إيه حواء متعبة قوي كده، مبنى يعني بنى. تلاحظوا كأن آدم خد نفخة بقى آدم، إنما حواء عملها تفصيل، ربنا عمل له حواء تفصيل، خد الضلع كده ابتدى بقى يشكله بروقان كده. بنى الرب الإله ضلع آدم عشان يعمل منه حواء، معنى كده أن ربنا تفنن في أنه يختار الزوجة المناسبة لكل زوج. ربنا تفنن بإبداع وبعظمة
انه يسعد ادم بحواء ويسعد حواء بادم. فبنى تحسه فيها ايه ديزايننج يعني، حتى كده ايه مزاج شوي. وبعدين يقول واحضرها الى ادم. هنا بقى غير خالص الطابور اللي فات ده، هنا جايبها له واللي شفت جبت لك ايه، جايب له حاجه جميله قوي. عشان كده ادم على طول انبهر وانبسط وفرح جدا وقال دي حته مني. احضرها الى ادم، هي دي اللي بنعيش بيه لغايه النهارده. مراتك هديه ربنا ليك، مراتك هديه ربنا ليك. وانت لما تقبلي جوزك ربنا واخدك من ايدك وبيعرفك بجوزك، واخدك من ايدك وبيعرفك بجوزك اللي انت مش عارفه بقالك 20 سنة بتسالي يا ترى مين. هي دي، ده اكتشاف، اكتشاف رائع جدا في اللحظه دي، ان ربنا هو اللي عامل كده، فرحان بالمشروع، جايبها من ايديها وبيديها. الطقس القبطي هنا رائع، ابونا بيمسك ايد العروسه لان ابونا وكيل المسيح، ويديها لعريسها ويقول له امسك ايدها، ويمسك هو ايديهم هما الاثنين، وتسمع الشماس يغني يقول ايه، يا فرحك يا عريس يسوع المسيح ايه وهبها لك، يسوع المسيح احضرها لك، وبيد رئيس الكهنه سلمها لك، او بيد ابونا الكاهن سلمها لك، وبرككما باسمي القدوس. هديه ربنا لو انت فاهمها كده هتبص لها بمنتهى الاحترام والاعتزاز، وهتبقى عارف انه ربنا وراها وربنا فرحان وهو جيبها لك، وانت بتتعرفي بعريسك وحاسه ان يسوع ربنا له المجد ماسك ايديكي وبيقول لك هو ده عريسك، فرحانه قوي وانت بتكتشفيه. ده اللي اختاره لي ربنا، ده اللي انا خرجت منه دون ان ادري. وتحسوا في لحظه احضرها دي ان هما في الاول ما كانوش عارفين بعض، مع ان هي خارجه منه، لكن ربنا يسوع جايبها له وجاي، كان لسه نايم في الخط، فلما صحي جايبها له. لأن آدم، هنا بقى تيموثاوس الأولى بولس الفيلسوف يقول إيه؟ آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى. في الستات ما يحبوش الحتة دي أبدا، لكن المرأة أغويت. هو أصله كان تعبان شوية من ستات متعبين في جيله، مش كلهم، لكن كان في ستات متعبين قوي في زمن بولس يتزعموا عبادة الأوثان. كهنة الأوثان كانوا ستات وبيبشروا بالزنا والوثنية، فكان هنا واقف لهم جامد قوي بولس، لكن مفيش موقف شخصي. آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت، دي لسه ليها بكرة محاضرة، فحصلت في التعدي ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. يمكن دي حتة بره الموضوع بس أحب أقولها، أنه إذا كانت حواء أغويت أولا، سقطت أولا، حواء هي اللي سمعت للحياة في الأول، إنما حواء هتبقى أم العيال. وأم العيال على فكرة حتى لو ما جابتش عيال، لو هي زي العدرة، لو هي أم روحية، لو هي خادمة، لو هي بتحب المسيح، لازم هيبقى لها أولاد، لازم، لأن الولاد مش ولاد الجسد، إحنا كلنا ولاد إبراهيم، ما فيش أي علاقة بإبراهيم جسديا، لكن كلنا بنفتخر إحنا أولاد إبراهيم دلوقتي. فالأم الروحية هنا يعني إيه؟ يعني واحدة لو حبت ربنا عندها الطاقة تجيب عيال، لازم، لازم كده. فهنا تخلص بولادة الأولاد. إذا كانت حواء أخطأت فإنها سمعت للحي ووقعت آدم كمان، إنما كل من يأتي، كل آدم هيجي من حواء، حواء مسؤولة عنه تخلص، فلما تعمل العملة وتصلحها كتر خيرها برضه. تخلص بولادة الأولاد إن هن ثبتنا في الإيمان والقداسة والمحبة مع التعقل. يعني إيه؟ يعني هي لأنها اتقرصت وندمانة لأن الحياة ضحكت عليها، كل ست جواها وعي إنها تنقذ أولادها، كل طفلة جواها أمومة. مش كده؟ انتوا عارفين في علم النفس تلاقوا الطفله تجيب عروسه وتقعد تنيمها وترضعها وتغير لها وهي البنت اساسا 3 سنين. كل طفله فيها امومه، طاقه الامومه دي هي طاقه خلاص، طاقه للخلاص، عاوزه تخلص اولادها. بس فهمت بقى ان السكه دي عاوزه
عاوزة إيمان، عاوزة ترجع تصدق ربنا، عاوزة محبة حقيقية، عاوزة قداسة، عاوزة عقل، تعقل، توازن. آية تانية مهمة قوي يقول إيه في كورنثوس الأولى 11، وده كان برضو صراع على مركز المرأة. يقول أريد أن تعلموا، افهموا دي، أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. يعني كل حاجة لها مرجعية. الآية برضو دي بتغيظ ستات كتير، يعني رأس الراجل المسيح وأنا رأسي يطلع حتة راجل؟ يعني استني بس شوفي بقية الآية. رأس المسيح هو الله، هل هناك فرق كرامة بين المسيح والله؟ حاشا. هل في فرق في الجوهر بين المسيح والله؟ حاشا. هل في فرق في المجد الأبدي بين المسيح والله؟ حاشا. يبقى ما فيش فرق في الكرامة بينك وبين جوزك، ولا في الجوهر في طبيعتك كإنسان، لا، إنما فرق في الدور. يعني إيه؟ المسيح من الآب، مولود من الآب، ده مش معناه أقل منه. حواء من آدم، ده مش معناه أقل منها خالص، مفيش أقل هنا. كلمة أقل دي أريوسية، دي شو جهوة. إنما من ده امتداد، من ده نفس الجوهر. فهنا رأس كل رجل هو المسيح، المسيح طالع منه رجالة، آدم هو من المسيح لأنه خلق على صورة المسيح، وحواء من آدم، والمسيح من الآب. فاهمين الفكرة؟ إذا كان المسيح والآب واحد في الجوهر، آدم وحواء واحد في الجوهر، وربنا يسوع له المجد، داعي آدم يشترك في أبديته، داعي يترقى ويبقى إيه؟ يقول لربنا يا بابا زيه. داعي آدم يدخل، مش هيبقى في الجوهر واحد في الجوهر، لكن للنفس للكرامة والأبدية. ربنا يسوع عاوز يخلينا شركاء معه في المجد. واضحة الفكرة؟ فإذا كان أنت زعلانة أن راسك يبقى المسيح، راسك يبقى آدم، ما هو آدم راسه المسيح. حين تخضعين لزوجك تخضعين للمسيح، والزوجة اللي مش عاوزة تخضع لجوزها هي مش عاوزة تخضع للمسيح، والبنت اللي تعودت تخضع للمسيح لا تجد صعوبة في الخضوع لجوزها. فاهمين اللي بقوله؟ البنت اللي تعودت تقول حاضر يا ابونا، حاضر يا بابا، حاضر يا رب، حاضر يا جوزي، ما عندهاش مشكلة، متعودة، متبرمجة صح. بنت ما بتعرفش تقول حاضر يا رب، حاضر يا ابونا، حاضر يا بابا، صعب تقول حاضر يا راجل، مش هتعرف. فإذا هنا حكاية الرأس دي لما نفهمها صح هنلاقيها منطقية وطبيعية، عشان ما تبقاش هي منفصلة عنه، ده هو رأسها لأنها خرجت منه. في كورنثوس الأولى 11 بعدها بكم آية، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل. يعني لازم التبعية تبقى تناسب المرأة أكتر، والمرجعية تناسب الرجل أكتر. ولأقل حد يفتكرها فرق كرامة يرجع تاني، كان عنده ستات برضو صعبين، فيقول غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل. مش بتكلم في فرق كرامة، ليست من دون، يعني أنا مش بقول مين أهم ومين أحسن، مين أقل ومين أكبر، بقولش كده، أنا بتكلم عن علاقات. الرجل ليس من دون المرأة، يعني مش أقل من المرأة، ولا المرأة من دون الرجل، يعني أقل في الرب. خلي بالكم العلاقات دي ما تتظبطش غير في الرب، عشان كده بره المسيح تلاحظوا في فرق. الطبقية دي واضحة برانا، لكن جوه المسيح ما عندناش النظرة دي. لأنه كما أن المرأة هي من الرجل، دي حواء وآدم، هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة. يعني إيه؟ هو في رجل طلع من غير ست بعد كده، فاهمين إزاي؟ إذا كانت حواء طلعت من آدم، تم كل راجل اتولد من امرأة، بما فيهم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، تولد من امرأة. واضحة الفكرة؟ فإذا كانت الست بتتصارع على المركز الأول ومعطلها قولت خرجت حواء من آدم، يا ستي ما عندناش مشكلة، لأن إحنا كلنا أولاد امرأة، ونفتخر أن إلهنا مخلصنا يسوع له المجد ولد من امرأة. فإذا ما فيش فرق كرامة خالص، ولكن جميع الأشياء هي من الله. المرجعية الأولى هي ربنا. فيبقى تاني
الفلسفة المسيحية الجميلة دي بتظبط لنا المفاهيم. مش معنى انك رأس المرأة انك تبص لمراتك من فوق، لا 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 خالص، انت بتبص لها بمنتهى الاحترام لانها منك، لان هي كمان صورة الله ومثاله. وانت مش بتبص لها انها اقل، ولا هي بتبص لك انك اقل في القيمة، انت واحد، ليه؟ لان مرجعكم ربنا. في الحياة العملية هتخضع الزوجة للرجل. آخر جزء يقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. واضح هنا لما بيتكلم عن القيمة، خلي بالكم كل حاجة مغلوطة في الدنيا تتظبط في المسيح. يعني إيه؟ في المجتمع وانت ماشي لما بتلاقي واحد غني واحد فقير، تلاقي الناس كلها احترمت الغني واحتقرت الفقير. هل ده معيار إلهي؟ لا خالص. أمال المعيار الإلهي إيه؟ نفس الغني زي نفس الفقير، واللي هيفرق بينهم قلب كل واحد وعلاقته بربنا، مش كده؟ الغني والعازر، الغني كل الناس بتدي له تعظيم سلام، العازر هو اللي كان الجو في السماء. نفس الكلام بين المثقف والجاهل، انت سعادتك بتاكل الجو لانك مثقف ومتعلم، يجي راجل بجلابيه غلبان ما يعرفش يقرا، الناس تعامله باحتقار، ده الدنيا. انما في المسيح ابو جلابيه الغلبان ده ممكن يسبقنا كلنا للسماء، مش كده؟ نفس الفكره. الدنيا بتنشر فكره الطبقيه، صراع بين الرجل والمراه حول المركز الاول. الحكايه مش كده خالص عند ربنا. الصراع ده أساسا دخيل على البشرية، موضوع عمره ما كان كده. ربنا باصص للزوجة زي الزوج بالظبط، في الكرامة، في القيمة، في المسؤولية على الخلاص، في الورث الإلهي بعد كده، ليس ذكر ولا أنثى. آخر آية: كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي. كالأضعف، اللي بيتكلم بطرس الرسول في رسالته الأولى أصحاح 3، وده جزء حفظ، بيقول: يا رجالة خليكوا عايشين مع ستاتكم بالفطنة. الفطنة يعني سموه الذكاء الاجتماعي دلوقتي، الحكمة. خليكوا عاقلين يا رجالة، خليكوا عاقلين. الستات دول إناء أضعف، إناء أضعف لأنها ضلع منك، إناء أضعف لكن مش كرامة أقل، إناء أضعف أو إناء قابل للكسر، محتاج تشيله برقة، ما ترزعوش، فراجايل، فلازم تعامله لأنه غالي، غالي لكن قابل للكسر. معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة. أحبائي الآية دي ليه؟ بتخليك تظبط علاقتك بمراتك كل لحظة من منظور الأبدية. الست اللي معاك دي هتقعد جنب العذراء في السماء، وورثة الأبدية، واسمها مكتوب في سفر الحياة، والمسيح نفسه هينادي عليها قدام كل الملائكة والقديسين. اعمل في حسابك لو ما احترمتهاش يومك مش فايد. كالوارثات، شوفوا القيمة تنبع من ايه بقى؟ هي طلعت منك اه صحيح وبتاع وبتخدمك ويعني مهيئاك قوي، بس ما تنساش كرامتها تنبع من مكانتها في السماء بعد كده. معطينا اياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. في السماء مفيش بقى اقول اصل انا راجل هدخل، لا استنى، راجل ده ايه، ستات كتير هتسبقنا، استنى بقى، دول وارثات نعمة الحياة. كي لا تعاق صلواتكم. أتاري الشيطان بيختلق مشاكل زوجية عشان الناس تبطل تصلي، عشان لما تدب خناقة مع مراتك ولا تزعل معاها تعرفش تصلي، يبقى أخدك أنت وهي بعيد عنكم على جهنم. فالراجل الحكيم يتبارى ويفكر مليون مرة أنه ما يزعلش مراته ويكرمها ويريحها، عشان عارف ان الشيطان وقف له كده، عاوز ينكد عليهم لكي يعوق صلواتهم. وهو لانه حريص على الصلاة، ولانه حريص على الاناء الاضعف، ولانه بيحب مراته، ولانه شايفها شريكة مش على الارض بس، شريكة الميراث الابدي،
مع بعض. فمش بيسمح بالنكد أبدا، لإلهنا كل مجد وكرامة لأبدا.